استعدادات أمريكية كورية جنوبية للبدء بإجراء التدريبات العسكرية السنوية المشتركة، وذلك بعد تأجيل التدريبات الربيعية بسبب فيروس كورونا. وبحسب هيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة، فإن التدريبات التي ستنطلق الثلاثاء ستدوم إلى غاية 28 من الشهر الجاري. وأضافت أن التدريب سيركز على الحفاظ على الوضع الدفاعي المشترك، مشيرة إلى أنه سيكون أصغر من حيث الحجم مقارنة بالتدريبات السابقة بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا. ويتضمن التدريب تفعيل موقع القيادة المشتركة المحاكى بالكمبيوتر بهدف تحضير الجيشين لمعارك محتملة متعددة، بينها هجوم مفاجئ لقوات من كوريا الشمالية. وكان البلدان قد خططا للبدء في هذه التدريبات الأحد قبل أن يقررا تأجيلها بيومين بعد تأكيد إصابة ضابط بالجيش الكوري الجنوبي بالفيروس الجمعة الماضي، كان من المفترض أن يشارك في التدريبات. وعادة ما يجري الجانبان تدريبات رئيسية مشتركة مرتين سنويا في مارس وأغسطس، غير أنهما اضطرا لتأجيل تدريبات الربيع لهذه السنة بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا في البلدين. وتأتي هذه التدريبات عقب تقارير تحدثت عن عزم الرئيس دونالد ترامب خفض القوات الأمريكية المتواجدة في كوريا الجنوبية بسبب عدم توصل البلدين إلى اتفاق حول تقاسم تكلفة التواجد العسكري الأمريكي على الأراضي الكورية الجنوبية. تقارير أثارت العديد من المخاوف خاصة في كوريا الجنوبية التي تخشى أن يؤثر أي تغير في حجم وهيكل القوات الأمريكية على ردع الجارة الشمالية وفسح المجال أمام بعض القوى الأخرى مثل الصين لملء الفراغ.